المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الفام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد دائما الفام شنال. لاغوسيت ديال اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن وصفة لعلاج شيب الشعر نهائيا وللأبد، و في أقل من ساعة فقط تخلصي من الشيب بهذه الوصفة السحرية والرائعة جدا اللي إن شاء الله غتشكروني عليها. كل من جربتها غادي يدعي لي، لأنه المكونات ديالها رائعين ولا أروع، طبيعيين، يعني الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى، بخصوص تخلص من الشيب، سواء الشيب المبكر او الشيب اللي كيكون ديجا قديم في الشعر. لانه بزاف السيدات غيسالوني على هذه الوصفه واش هي كتخص الشيب المبكر، حنا في سن 20 او في سن 30 وتنعانوا من الشيب المبكر. هذه الوصفه هي للشيب المبكر والشيب اللي كيكون ديجا قديم في الشعر، يعني في سن 50 او 40 او 60. فنتمنى يا ربي انكم تدوموا عليها وتبقاو تستخدموها، وتكتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم واش عجبتكم ولا لا. قبل ما نمشي للمكونات، طريقه التحضير، طريقه الاستخدام والاستعمال ايضا، فنبغي نرحب بالبنات، مرحبا بالبنات جدادات او القدامات، فمرحبا بالجميع، يعني مرحبا بكل السيدات. وايضا بالنسبه للسيدات اللي اول مره كيكتشفوا هذه القناه، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل هذا الفيديو، ايضا ضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس، وايضا تخليوا التعاليق، تخليوا الاستفسارات، الاسئله ديالكم، كل هذه الاشياء نبغي نرحب بهم حتى هما على راسي وعينيا. وتخليوا لينا بيك لايك لهذا الفيديو، باش هكذا تزيدوا تشجعونا ان شاء الله على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه لهذه القناه هذه. وايضا تخليوا لنا وصفاتكم الطبيعيه، وتفعلوا في التعليقات، وتبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما اكيد، يعني تبارطاجيو في ليكم فيسبوك، باش بزاف البنات يستافدوا منه، خصوصا السيدات اللي كيعانوا من الشيب المبكر او الشيب القديم، يعني الشيب بصفه عامه. فبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها واستخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غادي نحتاجوا له في هذه الوصفه، سنحتاج الى صفار بيضه واحده، ممكن تاخذوا جوج صفارة البيض ولا ثلاثه، دائما صفارة البيض كيبقى على حسب الطول والكثافه ديال الشعر. غادي نحتاج ايضا لتاني مكون اللي هو الحبه السوداء ولا حبه البركه، غنحتاج منها جوج المعالق. وغادي نحتاج لثالث مكون اللي هو الكاكاو المر، اي نوعيه متوفره عندكم غتحتاجوا جوج المعالق كبار، ولكن هذه الكميه اللي كنقول لكم راه تقدر تكفيكم كيف ما تقدر ما تكفيكمش، على حسب الطول والكثافه ديال الشعر. فدائما الكميه حاولوا تاخذوها على حسب الحاجه، ماشي على حسب شنو استخدمت انا يعني في الكميه، ولكن على حسب الحاجه ديال كل سيده، على حسب الطول والكثافه والكميه ديال الشيب. بالنسبه لرابع مكون اللي هو الحنه، انا من العشاق ديالها فاستخدمتها. الناس اللي ما كيبغيوهاش او ما كيتعجبهمش في علاج الشيب فممكن يعني ما تستخدموهاش، ولكن انا ضروري ما نستخدمها، يعني ممكن تعوضوها بالقهوه مثلا، ولكن انا ضروري ما نستخدمها، لانه الفوائد ديالها من غير انها كتعالج الشيب يعني عندها عده فوائد للشعر، فكترطبو وبزاف ديال الاشياء، وايضا كتقويه بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش تقويه ديال الشعر. فيعني الحنه صراحه عندها عده فوائد. بالنسبه للخامس مكون اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هو خل التفاح لتثبيت وتعزيز اللون. وغادي نحتاجو البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان، فهادو هما كل المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. بعد ما تعرفنا عليهم ندوزو لطريقه التحضير، طريقه الاستخدام والاستعمال ايضا. فغادي ناخد ملعقتين من الكاكاو، بعد غادي نضيف خل التفاح. بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني على اننا نستخدمو يعني سائل، يعني مثلا مطبوخ الشاي، فممكن تستخدموه، ولكن انا هنا اكتفيت فقط بخل التفاح.
فمن بعد غادي نضيف الكميه بالكامل، يعني واحد ملعقتين صغار ديال الحبه السوداء ولا حبه البركه. هاد الحبه السوداء البنات رائعه في علاج الجيب، يعني عندها عده فوائد، ما كتخليش الشيب يعني نهائيا، خصوصا السيدات اللي كيداوموا عليها. من بعد غادي نستخدموا الحنه، كما قلت لكم الناس اللي ما بغاوهاش فممكن ما يستخدموهاش او لا يعوضوها بالقهوه مثلا، ممكن تعوضها باي بودره واحده اخرى. ومن بعد غادي نزيد نضيف يعني كميه من الكاكاو، والوصفه ان فتحسوا بها يعني ولات عقده بزاف فغتضيفوا ليها خل التفاح. كما قلت لكم خل التفاح هو المكون يعني السائل الوحيد اللي استخدمناه هنايا، يعني حتى تحسوا بالقوام مثلا، هذا هو القوام اللي بغيتو، فما كتبقاوش تضيفوا خل التفاح. الا حسيتوا بالقوام عاقد يعني بزاف غادي تضيفوا خل التفاح على حسب القوام اللي بغيتو كما سبق لي وذكرت. فانا غادي نعاود نضيف يعني كميه من الحنه، وكميه قليله من خل التفاح، فالوصفه كتصبح بهذا الشكل. هذا من احسن البنات تكون عاقده، ما تخليوهاش سائله باش هكذا تثبت في الشعر ديالكم وتنجح معكم ان شاء الله من الاستخدام الاول، لانه الا خليتوها سائله بزاف فتقدر ما تنجحش مع بعض السيدات. فمن الاحسن تخليوها بهذا القوام هذا. بعد ما كتصبح بهذا القوام هذا كنطبقوها على الشعر ديالنا، يعني كنقسموه الى نصفين وكنوزعوها بالتساوي باش هكذا الشيب يتدرق في كل البلايص، يعني ماشي بلاصه غادي يتدرق فيها الشيب وبلاصه لا، فيتدرق في جميع البلايص الموجودين في الشعر. فحاولوا تطبقوها بالتساوي، ولما كفاتكمش الكميه فحاولوا تعملوا كميه اللي غادي تكفيكم. انا عملت هذه الكميه البسيطه باش غير نوريكم الطريقه ديال الوصفه لا اقل ولا اكثر، نتوما اكيد غتمشيو على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو. فبعد ما كتصبحت الوصفه بهذا الشكل كما قلت لكم كنوزعوها على الشعر بالتساوي، ومن بعد كنستخدموا البلاستيك الغذائي او النايلون على الشعر ديالنا. وبالنسبه للسيدات اللي غايقولوا لي شحال نخليوها، فممكن تخليوها اقل من ساعه الا عندكم شي بقليل، الا عندكم شي بكثير وكنتو في سن كبير فغتخليوها اكثر من ساعه باش ان شاء الله تنجح معكم. الا كنتو في سن اللي هو صغير وعندكم شي بقليل فخليوها اقل من ساعه عفوا، وان شاء الله غادي تنجح معكم. فهادو هما كل التساؤلات تقريبا اللي غادي تسالوني في التعاليق واللي جاوبت عليهم في هذا الفيديو. فاذا كانوا تساؤلات واحد اخرين وما جاوبش لكم عليهم في هذا الفيديو فاكيد قولوها لي، انا اكيد في انتظار تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الاسئله ديالكم، اكيد كل هذه الاشياء يعني كنرحب بكل هذه الاشياء على راسي وعينيا. وايضا تخليوا لنا شنو بغيتوا تشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وبالنسبه لهذه الوصفه انفو تجربوها يا البنات، كتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم. بعد ما تجربوها خليوا لينا الاراء ديالكم، يعني جيوا ودخلوا لهذا الفيديو وخليوا لينا لتحت في التعليق كيف جاتكم، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. الا كنتو ديجا مجربين بحال هذه الوصفه ولا نفسها يعني بنفس المكونات فكتبوا لينا في التعليق واش عجبتكم او لا ما عجبتكمش، واش استفدتوا منها ولا ما استفدتوش منها. اكيد اكيد كل هذه الاشياء كنرحب بها على راس والعين. وكما قلت لكم الوصفه صالحه للصغار كيف ما صالحه للكبار، يعني السيدات اللي في سن 20 30 40 50 و60 ايضا، يعني صالحه تقريبا لجميع الفئات ممكن يستخدموا هاد لاغوسيت للشعر ديالهم، وان شاء الله يلقاو النتيجه
من الاستخدام الاول ان شاء الله تخلصوا مشي بهذه الوصفه السحريه والرائعه اللي المكونات ديالها متوفرين في كل بيت، وايضا المزايا ديالهم لا تعد ولا تحصى، ما غيسببوش لكم ان شاء الله حتى شي مشكل في الشعر، لانه يعني بزاف السيدات كيسالوني واش هاد المكونات يقدروا يسببوا لينا مثلا يعني نبداو الشعر ديالنا تكون فيه يعني حكه او بزاف ديال الامور. فهاد الاشياء هادو ما غاديش يكونوا نهائيا، لانه الوصفه بمكونات طبيعيه ومسوفره في كل بيت. هذا هو اهم شيء، انني نجيب لكم وصفه في متناول الجميع وكل السيدات ان شاء الله يعملوها في البيوت ديالهم ولا في المنزل ديالهم. زياده على انه هاد الوصفه الرائحه ديالها البنات رائعه جدا، لا في القوام ولا في الرائحه، يعني الرائحه ديالها معطره وغزاله بزاف. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.